السلام عليكم في هذا الفيديو نقدم لكم الحصه الاولى من درس الداله التالفيه والذي يهم تلاميذ وتلميذات السنه الثالثه من التعليم الثانوي الاعدادي. القدرات المستهدفه هي كما يلي: اولا تحديد صوره عدد بداله تالفيه. ثانيا ترجمه وضعيه للصيغه اف دي اكس تساوي اكس زائد ب ثالثا انشاء التمثيل المبياني لداله تالفية رابعا تحديد صورة عدد بدالة تآلفية من خلال تمثيلها المبياني إذا نبدأ بدرس الدالة التآلفية الجزء الأول تمهيد نعتبر المستطيل جانبه عرضه L يساوي 2 وطوله L يساوي x زائد 4 x مسافة كما تلاحظون بالشكل جانبه العرض 2 الطول x زائد 4 نعتبر المسافة x نحسب s مساحة المستطيل بدلالة x لدينا قاعدة المساحة مساحة المستطيل الطول في العرض تساوي x زائد أربعة في اثنان نقوم بالنشر نحصل على اثنان x زائد تمانية العلاقة التي تربط x بالمساحة s لهذا المستطيل تسمى دالة تآلفية ويمكن أن نعرفها ب الكتابة التالية S S ل X تساوي 2 X زائد 8 الجدول يوضح تغير المساحة حسب قيمة X إذا كانت X تساوي 2 فإن المساحة تساوي 12 إذا كانت x تساوي 5 نحصل على المساحة 18 إذا كانت x تساوي 7 نحصل على المساحة 22 وبالتالي نكون قد استخرجنا العلاقة SDX x تساوي 2 x زائد 8 من خلال هذه الوضعية الهندسية أولا الدالة التآلفية تعريف نعتبر A و B عددان حقيقيان معلومان العلاقة إف التي تربط كل عدد حقيقي X بالعدد الحقيقي إكس زائد B تسمى دالة آلفية معاملها A ونكتب F لX تساوي إكس زائد B أو F العلاقة التي تربط كل عنصر أو عدد حقيقي X بالكتابة AX زائد B العدد AX زائد B أو F لX يسمى صورة X بالدالة F مثال أول نعتبر F دالة ألفية معرفة كما يلي F لX تساوي 3X زائد سبعة. العدد ثلاثة هو معامل الدالة F نحسب صور أعداد صفر واثنان بالدالة F لدينا F لصفر نعوض صفر في مكان X فنحصل على ثلاثة ضرب صفر زائد سبعة تساوي سبعة نقول أن العدد سبعة هو صورة صفر بالدالة F ولدينا F لإثنان كذلك نعوض العدد إثنان في X في صيغة الدالة التألفية F ونحصل على ثلاثة ضرب إثنان زائد سبعة تساوي ستة زائد سبعة تساوي ثلاثة عشر نقول أن العدد ثلاثة عشر هو صورة اثنان بالدالة اف المثال الثاني نعتبر جي دالة تآلفية معرفة كما يلي جي لإكس تساوي ناقص اثنان إكس زائد واحد على ثلاثة العدد ناقص اثنان هو معامل الدالة جي نحسب صور الأعداد واحد وناقص واحد على ثلاثة بالدالة جي لدينا جي واحد تساوي ناقص اثنان مضروبة في واحد نعوض x بالعدد واحد تساوي ناقص اثنان زائد واحد على ثلاثة نقوم بتوحيد المقامي العددين مقام واحد هو ثلاثة نحصل على ناقص خمسة على ثلاثة إذا العدد ناقص خمسة على ثلاثة هو صورة واحد بالدالة ج وبنفس الطريقة لدينا ج لناقص واحد على ثلاثة تساوي نعوض ناقص واحد على ثلاثة في مكان إكس فنحصل على ناقص اثنان في ناقص واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة جداء عددين سالبين هو عدد موجب نحصل على اثنان على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة تساوي 2 زائد 1 على 3 لهما مقام نفس المقام تساوي 3 على 3 تساوي 1 إذا العدد 1 هو صورة ناقص 1 على 3 بالدالة جي ملاحظة كل دالة خطية هي دالة تألفية بحيث ب يساوي صفر ثانيا معامل الدالة التألفية خاصية نعتبر F دالة تألوفية والعددين الحقيقيين X1 و X2 بحيث X1 يخالف X2 معامل الدالة التألوفية هو A يساوي F لـ X1 ناقص F لـ X2 على X1 ناقص X2 المثال الأول لتكون f دالة آلوفية بحيث f لثلاثة تساوي ناقص اثنان و f لسبعة تساوي أربعة عشر تحديد أ معامل الدالة f باستعمال خاصية السابقة لدينا أ تساوي f لسبعة ناقص f لثلاثة على سبعة ناقص ثلاثة نعوض f لسبعة بقيمتها أربعة عشر و اف ل 3 بقيمتها ناقص 2 فنحصل على 14 ناقص ناقص 2 على 7 ناقص 3 ناقص ناقص تصبح زائد بمعنى 14 زائد 2 هي 16 على 4 تساوي 4 إذن 4 هو معامل الدالة F التمثيل المبياني لدالة تألفية تعريف في معلم متعامد إي جي التمثيل المبياني لدالة تألفية F هو مستقيم يمر من النقط M ذات الإحداثيات X F ل X معنى الأفصول يكون X عدد حقيقي والأرطوب يكون صورة الأفصول بالدالة F F x المثال الأول نعتبر الدالة التألفية F x صيغتها تساوي 3x زائد 2 لإنشاء التمثيل المبياني للدالة F نستعمل الجدول التالي النقطتين أ و ب لنحدد إحداثياتهما انطلاقا من صيغة الدالة F نعوض مثلا X بالعدد صفر ثلاثة ضرب صفر تساوي صفر زائد اثنان تعطينا اثنان نعوض مثلا قيمة X بالعدد واحد واحد ضرب ثلاثة زائد اثنان تعطينا خمسة إذا نمثل في معلم متعامد ممنظم أو إي جي النقطتين أ ذات الإحداثيات صفر اثنان ونقطة ب ذات الإحداثيات واحد خمسة إذا فأ أفصولها صفر أرتبها اثنان وهي كما تشاهدون في الشكل جانبه النقطة ب ننشئ إحداثياتها واحد وخمسة في الأرتوب إذا فالنقطة ب هي كما تشاهدون فصولها واحد وأرتبها خمسة هكذا ننشئ المستقيم المار من أ و ب والذي يمثل والذي يعتبر تمثيلا مبيانيا للدالة التألفية F ونكتب صيغة الدالة إف ل x تساوي 3x زائد 2 على المستقيم المثال الثاني نعتبر الدالة التألفية المعرفة ب f x تساوي ناقص 3 x زائد واحد لننشئ d التمثيل المبياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم او اي كما تشاهدون بالشكل جانبه باستعمال الجدول ننشئ نقطتين ان ذات الاحداثيات إذا أعطينا لـ إكس اثنان ناقص 3 ضرب اثنان ناقص ستة زائد واحد ناقص خمسة إذا أعطينا لـ إكس ناقص واحد ناقص ثلاثة في ناقص واحد ثلاثة زائد واحد أربعة وبالتالي نكون قد حصلنا على النقطتين n و m ننشئ النقطة n أفصولها اثنان وأرتبها ناقص خمسة كما تشاهدون في الشكل جانبة النقطة N ذات الإحداثيات اثنان ناقص خمسة ننشئ النقطة M أفصولها ناقص واحد وأرتبها أربعة كما تشاهدون نحصل على النقطة M وبالتالي ننشئ المستقيم د الذي يمر من النقطتين M و N والذي يعتبر تمثيلا مبيانيا للدالة F ل X تساوي ناقص 3 X زائد 1 التي نكتب صيغتها على المستقيم D كما يوضح الشكل إذن المستقيم D كخلاصة المستقيم D الذي يمر من النقطتين N و M هو التمثيل المبياني للدالة F رابعا تحديد صورة عدد بدالة تآلفية من خلال تمثيلها المبياني مثال في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OIJ كما يوضح الشكل جانبه نعتبر المستقيم دلتا التمثيل المبياني لدالة تآلفية F الشكل جانبه الآن لنحدد مبيانيا صورة العدد ثلاثة بالدالة F بمعنى العدد ثلاثة على محور الأفاصيل ننشئ المستقيم بخطوط متقطعة المستقيم العمودي على محور الأفاصيل والمار من ثلاثة يقطع المستقيم دلتا في نقطة ثم نقوم بإسقاط النقطة عموديا على محور الأراتب نسقط النقطة نقطة التقاطع على محور الأراتب عموديا فنحصل على الأرطوب اثنان إذا فصورة العدد ثلاثة بالتمثيل المبياني للدالة F هي العدد اثنان إذا F لثلاثة نقول اف لثلاثة تساوي اثنان لنحدد مبيانيا صورة العدد ناقص ثلاثة بالدالة اف بنفس الطريقة نحدد ناقص ثلاثة على محور الأفاصيل ننشئ المستقيم بخطوط متقطعة العمودي على محور الأفاصيل يقطع المستقيم دلتا في نقطة ننشئ الإسقاط العمودي لهذه النقطة على محور الأراتيب الإسقاط العمودي يعطينا الأرتوب ناقص خمسة كما تشاهدون في الشكل إذا فصورة العدد ناقص ثلاثة بالتمثيل المبياني للدالة F هي ناقص خمسة ونكتب اف لناقص ثلاثة تساوي ناقص خمسة ملاحظة ام ل إكس ام ذات الاحداثيات إكس y تنتمي الى التمثيل المبياني للدالة التألفية f يعني f ل تساوي y اذا اذا كانت لدينا نقطة m كما تلاحظون بالشكل جانبه ف افصلها X وأرتوبها F لX بمعنى في هذه الحالة F لX تساوي ارتب النقطة M M لX وأرتوبها Y يساوي F لX هكذا نكون قد انهينا الجزء الاول من درس الداله التالفيه الى لقاء قريب